قبل ما نختم وليس نحب نسألك على حاجة عملتها التلفزة الوطنية وهي الحقيقة أن بوان يحتسب لها اللي هو اللي هي المناظرة الوطنية اي نتاع نتاع الانتخابات الرئاسية اي وانت كنت الانيماتور اي كنت الانيماتور اي كنت ما بين المناشطين في السهرة الأولى ومن بعد في السهرة الرئاسية الأخرانية اللي هي ما بين قيس سعيد ونبيل القروي ما تمش اختياري على خاطر كان فما تضارب مصالح بما اني انا في وقت من الاوقات خدمت في نسمة دونك خدمت مع نبيل القروي في وقت من الاوقات نو تجربة خارقة العادة ما فيها ما يتقال تجربة ممتازة انا نذكر انه تتذكر لك السي في بتاعك فرانشمون نذكر انه السهريه الاولى نتاع المناظره الرئاسيه خرجت ومن بعد شفت التصاور نتاع الناس تتفرج في المناظره الرئاسيه في القهوه بالنسبه لي تلم كيك على كوره ما يتلموش على مناظره على طرح على طرح دربي ولا تلم على سته من الناس يتفرجوا فيهم قاعدين يقترحوا عليهم في افكار لاداره البلاد الناس كيفين مع عبد الستار جايين من بالنسبه لي قعدت باهت وعلى ليميت ما صدقتش وحكيت مع برشا اصحاب برشا زملاء قلت لهم شنو اللي قاعد يصير قالوا لي الدنيا قاعده تتبدل